لسه مكملين مع بعض يا ليلي عينا لنغمة في 105.3 أغاني عايشينها. وسمعنا طبعا أما براوة لنجاة الصغيرة من فيلم ابنتي العزيزة. وعايز أقول لكم أنه أما براوة من ألحان طبعا الموسيقار الكبير الله يرحمه محمد الموجي. خليني طيب أسألكم كده، هل أما براوة فاهمين مصطلح معناه إيه أو كلمة معناها إيه؟ أما براوة معناها أحسنت أو برافو، يعني دي أما براوة. ناس كتير كانت بتسأل عن معنى الكلمة يعني براوة، فهي معناها كده. وعايز أقول لكم كمان إنه النجم بقى حسين الجسمي لما جي اختار أغنية يحييها من جديد، اختار الأغنية دي لأنه عارف أهمية الأغنية دي. أغنية مهمة جدا جدا غناها النجم حسين الجسمي وأحياها من جديد. وعلى فكرة لما أحياها من جديد غناها بطريقته الحلوة المختلفة والمميزة. طبعا احنا حبيناها كمان اكيد من نجاة قوي، بس كمان الجسمي غناها بطريقة مختلفة وعرفها كمان للجيل الجديد، وده الاهم.